طهارة مسح الرأس الأصل فيها التسهيل، فيصح المسح ولو كان الشعر ملبدا بحناء. يدل على هذه المسألة ما جاء من أحاديث كثيرة في المسح على العمامة، مقتصرا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليها في المسح، ومضيفا إليها في بعض الأحيان المسح على الناصية، وكذلك ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حج ملبدا رأسه، والتلبيد أن يضع ما يشبه الصمغ ونحوه ليجمع الرأس فلا تدخله الهوام. وكونه عليه الصلاة والسلام يحج ملبدا رأسه يلزم من ذلك أن يمسح على هذه التلبيدة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ظل على إحرامه إلى يوم النحر، وقد مرت به صلوات، وهذا من باب الاستدلال بدلالة اللزوم. ودلالة اللزوم من الدلالات العظيمة التي تفيد طالب العلم في التحقيق، ووجه تطبيقها على فعله عليه الصلاة والسلام ملبدا رأسه واضح، وذلك أنه سيصلي عليه الصلاة والسلام فيلزم من ذلك أن يمسح على هذه التلبيدة، ولهذا لو وضعت المرأة حناء على رأسها فيجوز، وذلك لأن الحناء لا يستوعب جميع الشعر، ولأن الماء سيتخلل في خلاله، ولأنه مع المسح يتناثر.